حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف الدكتورة رفاه خليفة حداد، الأستاذة المساعد في برنامج السياحة في جامعة البحرين. أهلا ومرحبا بك دكتورة في نشرة أخبار الثالثة. ونسأل بداية عن أهمية اختيار المنامة عاصمة للسياحة الخليجية، وكيف تقرأين هذا الاختيار؟ ما الانعكاسات المأمولة والمتوقعة على رؤية البحرين في سياحة إقليمية متكاملة بين دول مجلس التعاون؟ بداية مساء الخير وأشكركم على هذه الاستضافة. أهلا وسهلا. أود بداية أن أبارك لمملكة البحرين بهذا الإنجاز، اختيار المنامة عاصمة السياحة الخليجية للعام القادم 2024. في عنا أسباب وفي عنا نتائج لهذا الاختيار ولهذا الإنجاز الرائع. نبدأ بالأسباب دكتورة. طبعا هلأ بداية تعتبر المنامة قلب الخليج العربي. إذا ما نظرنا للخارطة تعتبر منامة قلب نابض في وسط الخليج العربي، ولها موقع متوسط وتعتبر جسر سياحي ما بين أوروبا وأفريقيا وآسيا. فوجودها بهذا المكان الاستراتيجي المتميز هو أحد الأسباب الرئيسية لاختيارها باعتبارها وجهة جذابة للسياح، مش فقط الإقليميين ولكن على المستوى العربي وعلى المستوى الدولي. النقطة الثانية اللي هي تنوع المعالم السياحية والتاريخية في مدينة المنامة، ما بين الآثار والتراث والمتاحف والمعارض الفنية والثقافية، بالإضافة للأحداث والمناسبات اللي بنشوفها على مدار العام. السبب الثالث برضه لا يقل أهمية هي البنية التحتية المتطورة في المنامة، طبعا من جسور وأنفاق ووجود مطار متميز بيخلي المنامة مقصد كثير مهم وعاصمة مهمة للسياحة في الخليج العربي. طبعا من الأسباب أيضا ما بنقدر ننكر دور وزارة السياحة وجهود هيئة البحرين للسياحة والمعارض في الترويج للمنامة كمدينة سياحية متميزة، وأيضا تطوير السياحة من خلال خطة والاستراتيجية الوطنية للسياحة 22-26 اللي ساهمت ودعمت في وضع المنامة على خارطة السياحة الإقليمية والعالمية. ما هي النتائج هذا الاختيار؟ طبعا كلنا بنحكي عن السياحة كصناعة، فأول نتيجة رح تكون زيادة أعداد السياح القادمين إلى مملكة البحرين، مش على مستوى الإقليم ولكن على المستوى العربي والدولي، وبالتالي تعزيز اقتصاد مملكة البحرين ورفع مستوى المعيشة للمواطن البحريني. وأختم حديثي بالقول بأن اختيار المنامة كعاصمة للسياحة الخليجية للعام القادم يؤكد على مكانة مملكة البحرين ومدينة المنامة كوجهة سياحية مميزة في منطقة الخليج العربي. نعم الدكتورة رفاه خليفة حداد، أستاذ المساعد في برنامج السياحة في جامعة البحرين، شكرا جزيلا لك.